إحياء مدينة وروح الموصل وليس سؤال عن الحجارة فقط، هو سؤال عن إحياء الموصل، إحياء الحياة للمجتمعات المختلفة مهما كانت خلفيتهم الحضارية وأعمارهم. موصل دائما كانت تقاطع طرق ما بين الموصل والحضارات، هذا ما جعلها مستقرة. We want this to come back. نحن نريد لهذا الشيء أن يعود مجددا. What I can do and what I have to do. ما أستطيع أن أفعله وهو مساندة ليس فقط المسيحيين ولكن الآخرين جميعا. Because if there is no peace for the others, there will be no peace. لماذا؟ لأن لن يكون هناك سلام للآخرين، لن يكون سلام للمسيحيين أيضا. The Christians are Iraqi. جميع المسيحيين عراقيين. They are suffering from the same reason. وهم يعانون من المعاناة نفسها. There is no solution for one group against. لذلك ليس يوجد حل وحيد لمجموعة معينة وليس للمجموعة الأخرى. In this place we printed the first Kurdish grammar. في هذا المكان طبعنا أول كتاب لقواعد اللغة الكردية. We didn't do that for our own. لم نفعل ذلك لمصلحتنا الخاصة. But because by improving the situation for the Kurdish. ولكن لتحسين وضع الأكراد والعرب والتركمان والشيعة والسنة إلى آخره. نحن نفيد جميع المجتمع. So the role of the Christian. دور المسيحيين. Is to be part of the society. هم أن يكون جزء من المجتمع. Is not to be a side of. وليس ليكونوا على طرف على جهة من المجتمع. And this is why we are hoping as soon as the work will. ولهذا نأمل إنه بمجرد إكمال العمل. To welcome all the. أن نرحب بجميع الناس الذين يريدون زيارة المكان. But we still have probably one more year. ولكن لدينا سنة أخرى حتى نقوم بذلك.